Have some goddamn faith. It's all I got is so bad. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 اللهب. طبعا مقطعنا لليوم راح يكون مقطع لطيف وجميل وفكاهي وراح يعجبكم كلكم، وفيه راح نشوف كيف تخلي آرثر مورغان أو جون مورستن دب ومتين وعنده كرشة، وأيضا راح نشوف أفعال آرثر مورغان الدب. ترى يسوي أفعال جدا غريبة وغير مبررة وفظيعة تماما. لكن قبل ما نخش في المقطع، أتمنى أنك تشترك في القناة لو كنت مو مشترك، وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد عن القناة. فيلا نخش في المقطع. أولا، لو آرثر مورغان أو جون مورستن صار متين، ترى لها عواقب وخيمة. على سبيل المثال، لما يجري ترى راح يتعب بسرعة، لما يجري يكون جدا جدا بطيء، وأيضا لما يمتن حركته راح تكون بطيئة جدا. يعني السلبيات كثيرة لما يمتن الشخصية. طيب، عشان تخلي آرثر مورغان متين، كل اللي عليك إنك تأكله أكل معلب بشكل كبير ومستمر، وبين كل أكل معلب وأكل معلب آخر تعطي له عصير، وراح تستمر على هذه الحال. أكل معلب، أكل معلب، عصير، أكل معلب، أكل معلب، عصير. ولما تستمر على هذا الشيء لفترة معينة، راح تلاحظ على طول إنه آرثر مورغان صار متين وطلعت له كرشة وصار دب لهبي. تعالوا نشوف الفرق بين آرثر مورغان العادي وآرثر مورغان الدب. شوفوا الفرق الواضح. Give more! Please! Prove we ain't a land of savages! Good morning to you. Morning. زي ما شفتوا، فرق جدا جدا واضح بين آرثر مورغان الدب وآرثر مورغان العادي. آرثر مورغان الدب يعني وجهه كذا متين وعنده خدود ووجهه كبير جدا، عكس آرثر مورغان العادي اللي نعرفه. فرق جدا جدا واضح. عموما أبغاكم تشوفون آرثر مورغان الدب وهو يتفارب. شوفوا حركاته وكيف يعني يتحرك وكيف يضرب. ما أدري هل تشوفونه قوي أو إنه بطيء. شوفوا معي. That's just a fact. The other side of it is, I ain't done yet. What the hell? Okay. Come on. والله آرثر مورغان المتين ما هو هين يا جماعة، أبدا ما هو هين. زي ما شفتوا فرمتهم فرمتة وجلدهم جلد، مسك الصالون والبار كامل وجلد أول واحد إلى آخر واحد. وأيضا لو لاحظتوا يا أخوان، يا أخي آرثر مورغان الدب بوكس قوي، بوكس واحد أقول لك يطيح العدو على طول في الأرض. طيب، في لقطات سرية جدا لآرثر مورغان الدب فقط. على سبيل المثال، لو آرثر مورغان المتين خش السجن وتم حبسه، العصابة راح يطلعونه بقصة وكاتسين جدا جدا سري وخاص بآرثر أبو كرشة. تعالوا نشوف سويا. You want some? Oh, you can't have it. Gentlemen! Oh, it's nice to see you, Arthur. Now you, please release my friend before anyone gets shot. Now.
Let's go. زي ما شفتوا آرثر المتين أخذ السندويشت معاه وكان مبسوط جدا ويتمزمز فيها ويأكل فيها، شيء جدا جدا رهيب وحلو صراحة. طيب في هذه اللقطة آرثر مورغان المتين قرر ينتقم من داتش لسبب مجهول ويأذيه أذية ما عمره شافها داتش. تعالوا نشوف سويا. I've known you 20 years. When you go missing, I check the saloon. There, I check the jail. Fair enough. Keep them guns يهو يا آرثر مورغان هدي ايش بك على داتش. زي ما شفتوا آرثر مورغان يعني فرمت داتش فرمته، حاول انه يفجره بالديناميت، حاول انه يحرقه، حاول انه يدعسه بالحصان زي ما شفنا سويا. يعني داتش ما زال حي، ترى داتش ما زال حي، يعني سواله كل هذه الاشياء لكن داتش ما زال حي وباقي ما مات. داتش زي البسة بين قوسين القطة، عنده 7 أرواح. طيب ممكن البعض منكم ما هو مقتنع إلى الآن بهرجة إنه آرثر مورغان دب ويشوف إنه ما في فرق بين الاثنين. أبغاك تشوف هذا المقطع الجاي وتشوف كيف آرثر مورغان فعلا دب ومتين. يا رجل شوف. Oh no no I'm Oh come here you maggot. Please sir I'll Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. If you want the money, you'll have to wait. If I'm here, there's a reason I'm here. يا أخي شكله غريب مرة يا أخي، أبدا أبدا ما هو آرثر مورغان اللي نعرفه. ممكن هذا الآرثر مورغان مطلوب من جولي شيك. طيب يا الهبيين تبغون تشوفون جون مورستن الدب ولا لا؟ أتوقع ما تبغون. تبغون؟ تعالوا نشوف سويا. Did you miss me? Not much. Been a few years. Didn't reckon I should waste my time killing you. And the boy. Whatever you say. Thank you. You okay? Fine. You're crazy. I hope so. Mister? يهو ايش هذا؟ زي ما شفتوا جون مورستن الدب
أبداً أبداً ما هو لايك على شخصية جون مورستن. حنا تعودنا على جون مورستن يعني شخص نحيف ومرتب وفخم واسطوري، لكن لما نجي نطالع في جون مورستن الدب هذا أبداً أبداً ما راح نصدق هذا الشيء. يا رجل جون مورستن الدب ما عنده رقبة، ما عنده رقبة مخفية أقول لك. طيب يا لهبين، هذا هو آرثر مورغان الدب وهذا هو جون مورستن الدب. أبغاكم تشاركوني في خانة التعليقات إيش أفضل واحد من الاثنين، مين تشوفونه يعني أهول من الثاني؟ هل تشوفون آرثر مورغان الدب أحسن أو جون مورستن الدب أحسن؟ شاركوني آراءكم في خانة التعليقات. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم آرثر مورغان الآن الدب هذا ويعطيكم هد يدمركم تدمير. ها يلا، سلام عليكم يا لهبين.